يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة في قول الله سبحانه وتعالى يقول على لسان الخضر في سورة الكهف عن قصة السفينة: فأردت أن أعيبها بصيغة الإفراد، ثم قال في قصة الغلام بصيغة الجمع: فأردنا أن يبدلهما، ثم أخيرا في قصة الجدار: فأراد ربك، نسب الفعل هنا إلى الله. وكله راجع إلى إرادة الله، ولكن العبد أيضا له إرادة، فالله أراد والخضر أراد، كل له إرادة تناسبه. نعم. وأما أردت وأرادنا هذا من الأساليب اللغوية، أنه يؤتى بضمير الجمع وإن كان المقصود واحدا، لأن هذا من باب التعظيم